के पीछे ना कुछ बहुत ही बुरे डिसीजंस होते हैं। वो जो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? मैं समझा सकता हूँ। هلا وغلا، حمد سيف رامي معاكم. حاليا متواجد في الهند وشفت فيلم قبل شوي اسمه مردكو درد نهي هوتا. بطل الفيلم اللي يمثل دور أبيمنيو يقول لك بابكو جلاك الراك هردونغا آغ هي آغ. هذه أسماء أفلام قديمة في الثمانينات اللي بطلها كان دهرمندر. فيوريك في هذا الفيلم أن هذا الشخص مو لعب الأفلام الهندية القديمة، مو لعب الأفلام الأكشن، مو لعب الأفلام اللي هي الأفلام اللي ممكن نقول عليها أفلام خيالية أو غير منطقية في الأكشن، لكنه مو لعب فيها. فيتأثر بهذه الأفلام، و هو في طفولته عنده مرض. هذا المرض شو؟ هذا المرض انا ما راح اقول لكم عليه، لان اصلا في الفيلم بروحه ما يوضح لك المرض بالضبط. انه يقول لك البطل الفيلم يقول لك تبغى تعرف مرضي، روح دور عليه في جوجل. الفيلم هو فيلم فانتازي يتكلم عن هذا الولد اللي متاثر بالافلام الهنديه، بحيث انه هو ينضرب بس ما يحس بالضربه، ما يحس بالالم، وعنده قوه خارقه. القوة الخارقة، ليش ضحكت أنا؟ القوة الخارقة عنده هي على أساس أنه ما يحس بالألم، ينضرب عادي عنده، لكن تعلم مهارات الأكشن عن طريق الأفلام الهندية القديمة، وكذلك تعلمها عن طريق واحد لاعب كاراتيه أعرج، وهذا الشخص تأثر معاه يعني أكثر في طفولته، ويبحث عنه عندما كبر يحصل عليه. أيضا عنده في طفولته في بنت كان يحبها، والبنت هذه تكون أيضا مساعدته وتكون واحدة من الشخصيات القوية في هذا الفيلم. الفيلم من الأفلام الفانتازية الكوميدية المختلفة والمغايرة التي حصلت في السينما الهندية، وكذلك أنا بالنسبة لي كفيلم أكشن هو من أجمل الأفلام الأكشن التي حصلت أيضا في السينما الهندية. ما شفت فيلم أكشن من فترة طويلة جميل جدا في السينما الهندية مثل هذا الفيلم. روني سكروالا معروف هذا المنتج بإنتاجاته الجميلة وإنتاجاته الغريبة، ومش الغريبة يعني غريبة على البوليوود المسالة، ينتج لك الأفلام الجيدة، فهذا إنتاج جميل جدا كان من روني سكروالا. بالنسبة للممثلين هذا الفيلم، أبيمنيو أول فيلم حقه يبرهن كممثل أنه جيد جدا، كذلك مهيش منجريكر في هذا الفيلم دوره جدا رائع في هذا الفيلم، راديكا مدن اللي شفناها في فيلم باتاخا عادت من جديد في هذا الفيلم بدور لاعبة الكاراتيه و البنت الأمور مثل ما يقولون، لكن دورها كان جيد. اللي عجبني أيضا في هذا الفيلم هو دور اللاعب الكاراتيه وأخوه المجرم في هذا الفيلم اللي يمثل جولشن ديفيا. هذا فنان شفنا له أفلام جميلة في الفترة الماضية، فنان يعني اعتبر underrated أكثر ويستحق أفلام أكثر من هذه الأفلام. المخرج فاسن بلا عمل فيلم مغاير ومختلف على السينما الهندية، من الأفلام التي تستحق المشاهدة وتستحق أنها تكون في مهرجانات كثيرة. أي نعم هو حضر كذا مهرجان هذا الفيلم، وهالفيلم يعني أعتقد في ناس يمكن ما راح تفهمه وراح تقول له هذا الفيلم مش معتاد أو مختلف ومش مختلف عن السينما الهندية، ما راح تحبذه، لكن في ناس تبى تشوف هالنوعية من الأفلام، تبى تشوف حاجة جميلة. ذكاء في هذا الفيلم أنه خلطوا الكوميديا وخلطوا الأكشن، الأشياء اللي يحبونها الهنود، مع القصة الغريبة والعجيبة. أي نعم القصة العجيبة والغريبة راح ما يفهمونها وما راح تعجبهم، لكن راح تعجبهم المسألة اللي في الأكشن والكوميديا، راح تخليهم يستانسون مع هذا الفيلم، وأنا أعتبره من الأفلام الجيدة، وأعتقد بتكون لها نجاح في السينما الهندية. لذلك أنا هذا الفيلم أعطيه 4/5.